السلام عليكم. مشكلة كل صيف بنقابلها هي مشكلة ايه؟ مشكلة الصيف بدأ النهاردة وبيخلص بكرة، هنعمل فيه ايه؟ أكبر 3 مشاكل في التخطيط للصيف هما أول مشكلة، ودي اللي هنتكلم فيها دلوقتي، مشكلة كل حاجة، إن إحنا عاوزين نعمل كل حاجة. لما تيجي تسأل واحد يقول لك هتعمل إيه؟ يقول لك كل حاجة كل حاجة، أنت عارف أنا طب هتعمل إيه من كل حاجة؟ كل حاجة عاوز أعملها. طب قول لي حاجة منهم. والله أنا لو أعرف هقول لك، بس أنا عاوز أعمل كل حاجة. طيب واحدة واحدة، اركن على جنب انك مش عارف عاوز تعمل ايه. الشخص التاني، ودوت الشخص اللي ممكن نسمع له شويه، اللي هو ايه؟ بص، يقول لك انا عاوز اخد كورس انجليش، وعاوز اخد كورسات في الكمبيوتر، وعاوز اخد كورسات سكيلز بقى، وممكن تنميه بشريه، وعاوز بقى ايه، وعاوز اقرا كتب، وعاوز احضر كورسات، وعاوز ازور اصحابي واهلي، وعاوز اعمل حاجات كتير قوي. ده الى حد ما محدد، وغالبا انت من الشخص دوت. الشخص ده عشان تتعامل معاه بشكل سليم، عشان خاطر نصحح الاخطاء بتاعتنا ديت، هتعمل 3 اسئله جاوب عليهم. السؤال الاول وهو سؤال ايه اللي نفسك فيه، السؤال الثاني وهو ايه اللي انت محتاج له، والسؤال الثالث وهو ايه اللي مفروض عليك. اللي نفسك فيه كل اللي انت قلته دوت، انت نفسك تتعلم انجليش، ونفسك تاخد كورسات في الكمبيوتر، ونفسك تزور صحابك، ونفسك تسافر، ونفسك تعمل حاجات كتير جدا. كل الحاجات اللي انت نفسك فيها. عظيم جدا، خليك محدد قوي في اجابتك، بلاش صاحبنا الاولاني اللي هو عاوز يعمل كل حاجه وهو مش عارف ولا حاجه منه. فاول حاجه حدد الحاجات اللي انت نفسك فيها. الحاجه الثانيه وهي ايه الحاجات، انسى بقى السؤال الاول، ايه الحاجات اللي انت محتاج تعملها، يعني اللي لو ما اتعملتش حياتك هتكمل فيها حاجه ناقصه. يعني مثلا كلنا نفسنا نتعلم انجليش، كلنا، بس للاسف مش كلنا محتاج الانجليش. سيبك ان هي لغه العلم، انا مش بقلل من اهميتها خالص، ولكن بقلل من عدم احتياجك ليها، انت مش محتاجها قوي. فبالتالي انت هنا الكيرف هيقل شويه، لو انت نفسك فيها لا هيقل شويه. طب حدد بقى، انت ممكن تسافر لاهل دوله، فلما تسافر لدوله معينه شوف لغتها ايه وحاول تعمل بيها. يعني بدل ما تكون هدفك اصلا انك تتعلم انجليش، خلي هدفك يكون انك تتعلم لغه تانية، الماني، ياباني، ايطالي، اي حاجه. فما عنديش مشكله خالص من اهميه الانجليش، ولكن كل مشكلتي هي في ان انت لازم تتعلم انجليش، بلاش لازم جدا. فالحاجه الثانيه حدد الحاجات اللي انت محتاجها. الحاجه الثالثه وهي حدد الحاجات اللي المفروض عليك تعملها. الحاجات اللي المفروض عليك تعملها لو ما اتعملتش تحصل مشكله. مثلا انت لازم تشتغل، لازم يكون معاك فلوس، ولو انت مش معاك فلوس مستحيل تفكر انك تاخد اي كورس. لو انت مش معاك فلوس كنسل خالص فكره السفر، ويا سلام برضه لو هتكنسل فكره الكتب، وغالبا هتكنسل فكره انك تعمل باقه وتتصل باصحابك تخرجوا مع بعض، وغالبا برضو هتكنسل فكره انك تجدد اللابتوب بتاعك او الموبايل بتاعك. تقريبا انت كده ما بلاش حاجه خالص، يعني كده كله اتكنسل. ليه؟ لان المفروض اللي عليك اصلا ما اتعملش، فبالتالي كل الحاجات التانيه ما اتعملتش. فجاوب على 3 اسئله. اول سؤال وهو انت نفسك فيه، حط كل اللي انت نفسك فيه بشكل واضح ومحدد. محدد هنا يعني الدنيا فيه واضحه. الحاجه التانيه ايه اللي انت محتاج تعمله عشان حياتك تبقى افضل، عشان حياتك تتطور، عشان تبقى راضي عن نفسك. حاجه ثالثه وهي ايه الحاجات اللي المفروض عليك انك تعملها، زي الشغل، زي انك تزود علاقاتك شويه، زي انك تروح تدريب في شركه معينه، زي حاجات كتير جدا ممكن تعملها. دول ال3 حاجات و3 اسئله جاوب عليهم الاول عشان تعالج اول مشكله بتقابلنا في الصيف، وهي مشكله كل حاجه. السلام عليكم، محمد عيد.